بيك. ده شيف روبوت يقدر يعمل لك أطباقك المفضلة، وده روبوت جراح بيقدر يساعد الأطباء في العمليات الجراحية المعقدة بدقة عالية وبمخاطر أقل. روبوتس دلوقتي داخلة في صناعات كتير، وساعد انتشارها الذكاء الاصطناعي اللي رفع قدرتها وكفائتها بشكل مذهل. وكشفت آخر إحصائية إن الروبوتس حالياً بتشغل أكتر من 20% من الوظائف في سوق العمل العالمي، متوقع في 2050 هتوصل النسبة لأكتر من 50%. ورغم تحذير أفلام الخيال العلمي والمسلسلات الدرامية من تطور الروبوتس دي في المستقبل بشكل يخليها واعية لذاتها، وبالتالي هتشوف إن البشر بيشكلوا تهديد عليها، لكن مين قالك إن الروبوتس هو اختراع أو فكرة جديدة أصلا؟ بالعكس، أنا النهاردة جاي أقولك إنها موجودة من آلاف السنين. وعلى عكس ما هو معروف، جورج ديفول مش صاحب أول روبوت معروف في التاريخ. يعني إيه؟ كانوا بيضحكوا علينا كل ده؟ طب ليه؟ وكان إيه شكل الروبوتس القديمة دي؟